الحديث متواصل على قضية نفايات إيطاليا. تقريبا تم إيقاف زوج وزراء سابقين وقنصل وعمداء بالديوان، تقريبا 12 الموقوف في القضية هذه. رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين الجامودي يتحدث على فساد في كل الإدارات ويحذر من إتلاف الملفات، ويحذر من إتلاف الملفات. ركز على النقطة هذه، شنو اللي قاعد يصير اليوم؟ هل أنه فما ملفات اليوم باش يمروا عليها مرور الكرام، عين شافت وعين ما شافتش، ويبيتوا عليها الضوء كما نقولوا نحن، ولا شنو الحكاية بالضبط؟ لك الكلمة. الملف النفايات هو أول ذي بدء في تونس، أصبحت بلد العجاب، بلد العجاب تشوف فيها كل يوم غريبة. بالنسبة للقضية النفايات الأفين كريميني، يعني تداخلت فيها من رأس الهرم إلى العامل البسيط. في ظاهرها هنالك شجاعة، هنالك شجاعة وضرب، والسلطة القضائية نحييها من هذا المنبر، نحييها لأنها أخذت بزمام الأمور ولا استثنت أحد، كله أمام القانون سواسية. ونحس معنا الخلفية هنالك رغبة سياسية في مقاومة الفساد، لكن زي مثل ما تفضل به النائب المحترم، أنا شاطره قضية تفتح للأيام للاستهلاك الإعلامي، للاستهلاك السياسي، للاستهلاك كذا، ثم تقبر وتطمر إلى أبد الأبدين. نخشى من هذا، اللي نخشاه هو هذا، اللي هذا هو هي خطوة إلى الأمام وخطوة في الاتجاه الصحيح من ناحية السياسية ومن ناحية القضائية. والله يا خويا اش باش نقول لك، احنا توا ابار هذا الكل هكا تشوف معناها دولتنا ما هي واقفه لحتى شيء، لحتى شاب، لحتى مصالح، ليه ما تحسش فما تطور ديجا، فهمتني؟ شباب بطال، زادوا جابوا لنا معناها النفايات نتاع ايطاليا، ومن بارا وريتو هذايا الكل دوسي وباش يتسكر وباش يتحط في الارشيف، فهمتني؟ والشعب هو اللي باش ياكل راسه كيما العاده وكيما العوايد، فهمتني؟ النقطة هي ذكرها بدر الدين الجمودي، قال يعني وحذر من اتلاف يعني الملفات، فما ملفات يعني تتلف اليوم يطفيوا عليها الضوء ويمروا عليها مرور الكرام، ولا شنو الحكاية؟ خويا هذه حاجة يعرفها الجاهل قبل القاري والصغير قبل الكبير، اوتوماتيكمون مش يحذر هو سيدي جا هذاك اللي باش يصير. عباد ماتت ودوسيات ترفدت، عباد تبراكيت ونسيت خطفت وماتت ودوسيات تخبات، يعني اوتوماتيكمون هذاك اللي باش يصير دوسي باش يتخبى، فهمتني؟ واللي باش يحاول يبربش الدوسي هو اللي باش ياكلها في عظام، تو سامبلومون معناها هكا. هذايا تونس خويا. بالنسبه انا لذي بدر الدين القمودي ولا اللي هو، انا ما فهمتني كيفاش موضوع النفايات ولا المواضيع نتاع الفساد جمله يفازي أو برشا، ريت المواطنين هذم الكلهم عندهم دوسيات متاع فساد، أما برا شكون يهزي التليفون ويقول لك أوكي هذايا مبلغ على الفساد برا خلينا نشوفه كذا، ما يتبعوهوش. أنا هاني نحب نبلغ على الفساد، شكون باش يسمعني؟ هو أصلا متاع الفساد فهمتني، عادي يطلع فاسد وكذا فهمتني، يطلع في كان تحبوا انتم نبلغوا على الفساد، الشعب هذا الكل خويا تو يتطوع يبلغ على الفساد، ما يسكتش تليفونات يعملوا دي سونتر دابيل باش الناس تبلغ على الفساد، فهمني كيفاش؟ فساد موجود بارتو، ابسط شيء انا نقعد لهنا في القهوه في لافيني نقول لك فهمني يجا موضوع فساد، شردت عليا مثلا دبو زمان هبط، ما هو بيع مشروط مش فساد هذا. الفساد خويا في المجلس نتاعنا النواب كناطرية فسيت ريتها بورترادس خويا، بلكش انت الزتلة والمخدرات قاعدة تدخل على الصحراء ولا تدخل على الويح، كونتونيرات صاحبي الزبلة كان ما أثرهاش حمزة البلومي شكون فيق بها؟ نحن ندخل البورت باش نشوفوا الزبلة ولا ما نشوفوش، هي شكون اللي توقف؟ توقف الوزير صحيح ولا الشركة تنشط؟ في بالك الشركة عندها مشاكل قبل ما تنشط ولا مسحوب منها ترخيص؟ مسحوب منها ترخيص كيفاش تخدم؟ فهمني كيفاش تخدم؟ باه حاجة أخرى والله انا مش نحكي حكايه صغيره، بالنسبه للبرلمان رانا كارهين وكره شديد، الشعب يكره، وعطيني واحد في البرلمان يحوس في لافيني، قلنا امل في السيد الرئيس، يا سيد الرئيس رانا انتخبناك،
كونك زويلي ومش تحس بالزويولة، شديت القصر وركشت. راك عندك مجلس الأمن القومي، عنده مجلس الأمن القومي، هذا مش أمن قومي. وكي تبدأ فما منظومة، منظومة عادية جدا، يعني نبداو من الشاوش، نبدأ في الإدارة، نبداو من الشاوش، رئيس المصلحة، المدير، رئيس المدير العام، الوزير، وانتي مش به. أول حاجة من مكونات باش تقضي على الفساد، الساعة الموظف يجب تعطيه حقوقه، ما تخليهوش هو يلتجأ للوحدة هذيك، ناخذوا احنا عون شرطة، ديواني، إلى غير ذلك، اللي هما هذيكم يدخلوا الفلوس لتونس ويحميوا الاقتصاد. وكي أنت ما تخلصوش بالقداء، شو معناتها ما تخلصوش بالقداء؟ تعطيه حق باش ينجم يعيش، ياكل ويشرب وواحد ويحلم. إذا هي المنظومة مبنية على علاش فما فما الوحدة هذيك، خاطر ما فماش عدالة في الأجور. هذه حاجة، نقطة الأولى. حاجة ثانية، نجيو المشكلة نتاع طاليا، النفايات هي مش طاليا برك، مش طاليا، هي ألمانيا. ألمانيا تعطتنا فلوس باش النفايات نتاعها النووية نحطوها في الجنوب. هذه مخ... ومن وقتاش اسمع، من وقتاش هذه من وقت بورقيبة ومن وقت الوحدة كل شيء. دونك فما استعمار، هذاك اللي هو الوسخ نتاعو يعطيهولك باش تخبيه انت، باش تزيد انت تمرض في البحر في كل شيء. شكون اللي يلوث البحر؟ مش انا اللي لوث البحر، مش انت، مش هو. اي يعني منظومه، هذه منظومه عالميه فاسده. اخرج يا خويا، نخرجولك ملايين، نحن معاك. حاسب الفساد خويا، الفساد في قلب الدوله. وحاجه اخرى، الدوله بلا رجال دوله راهي ماهيش دوله. بن علي ما حكمناش وحده، راه برجال الدوله. ريت الفساد هذا في عهد بن علي انت، ريت ما اخويا ما لقوش شي يعملون. انت الزبله في بالك زبله عاديه، انت تو تحكي على الزبله عاديه، ماهيش زبله منزليه، راهي هذه نفايات مسممه. علاش ايطاليا وتدفن فيها في تونس؟ لان كاتانيا، البلاصه اللي كانوا يدفنوا فيها الايطاليين، النبته ما عادش تطلع، النبته ما عادش تطلع. وبرجوليه باش نقول له كلمه للحكومه وللبرلمان، يا خويا هجونا منها البلاد وزرعوها بطيخ، ونعملوا 10 سنين غربه ونرجعوا لكم نلقوكم مسالين، والسلام عليكم. هو كيشد الدوله في مخه 5 سنين يحب يطمع على شكل 5 سنين لو ماكسيموم، ومن بعد يجبد روحه. وتومبي انت كشعب فاش تاكل فاش تعيش وقتاش تقوم، تومبي تخدم ما تخدمش، تعرس ما تعرسش، ربي معك، فهمتني؟ وكان الزم خويا هو موضوع راهو كبير هذا الفساد. بار اكزومبل انت عندك الزطل، الزطل يا اخي شكون يدخل فيها؟ انا مواطن كيفي كيف مثلا، انا نتكيف الزطل مثلا، باش نجي انا ندخل الزطله؟ ماشي انا باش ندخلها الزطله، باش يدخلها واحد كادر، فهمتني؟ هو يدخل الزطله ويمديها لي، وانا نكونسوميهم، بعد انا نتحط في الحبس خويا وندفع مليون، والمليون وين يحطوا؟ يحطوا في جيب. تونس ولت مرتع، الكل كل 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 واحد ياخذ منها نصيب، اللي يجي في يتحمل مسؤوليه ياخذ شويه ويخلي شويه للاخر، والاخر نفس الشيء، وهي ماشيه ماشيه. ومعناها تونس نقول 2021، يا ناس اتقوا الله في هذا البلد، راهو عطاكم، انظروا بعين الرحمه لهالبلد هذا، ما اقلش راهو قراكم، راهو وراكم، راكم عشتوا فيه، اقل شيء اتقوا فيه الله، حتى لاجل الجيل الجاي، لابنائك اتقوا الله، اتقوا الله. راهو تونس ما عاد في اي كل المجال الفساد عم في كل شيء، لكن القضيه الفساد، النفايات الايطاليه عرت ما هو كان مسطورا. الدوله كيفاش تتكون؟ الدوله ما فيها مسؤولين، والمسؤولين اللي تحطوا هما احزاب من الاحزاب. وشكون حطهم الاحزاب؟ حطتهم المنظومه العالميه، فرنسا، امريكا، الى غير ذلك، باش يخدموا الوحده نتاعهم. دونك تقول لي انت الدوله والدوله، لا الدوله مش هكاك. الدوله وكي انت 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 معناتها اخذ شوف مليح، راهو الدوس يسمع، الدوسي يتسكر اليوم، يشدوا 20 يشدوا 50، اما اللي وراء ال 50 ال 70 فما الاف مؤلفه. هذه قوة عالمية امبريالية مولودة من وقت من أول ما تخلق الإنسان. احنا خويا مانيش واقفين، احنا شعب خواف. ثورة ما عملناش، رانا ثورة لحظة. عباد وين خرجت؟ ما خرجتش راهو ديجاج، خرجت باش تسرق، فهمتني؟ عباد خرجت باش تسرق، عباد زدمت على المجازانات، عباد زدمت على المعامل، فهمتني؟ جوست شكون خرج اللي عنده مصلحة باش يخرج فلان من الحبس؟ الفساد قد مس كل الإدارات،
من ديوانه، من اداره، من 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 اي شيء، كل شيء الادارات كلها ممسوسه. اذا نشد على يد القضاة الى الامام وربي يعينكم، وما ضاع حق وراءه طالب.